السلام عليكم. زارة صبحت اليوم وفد الكاف ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة، وذاك للوقوف على مدى جاهزية الملعب هذا لاحتضان مقابلات الكان تاع 2025 في إطار الملف تاع الترشيح يعني. وبهذه المناسبات تعهدت ولاية البوليدة بلسان والي ولاية البوليدة على أن الملعب هذا سوف يغطى كلية وسوف تغطي الفراغات نتاع المدرجات إذا ما تم ترشيح الجزائر لتنظيم البطولة الإفريقية هذه ل 2025 أو في أقصى تقدير 2027، لأن الآن أصبحت هذه الزوج حلول هذه مطروحة على طاولة الكاف. إذن إن شاء الله إحنا ماذا بينا تكون الجزائر هي الأولى في 2025، وربما الجارة في 2027 بحكم أن الجزائر هي يعني الملاعب كلها محضرة، لكن الجارة تاع المغرب الأقصى ما زال الملاعب لم تحضر بعد. فإذا إن شاء الله تكون هذه التنظيم هذا يكون من نصيبنا. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.